في الاستماع. مواصلين معكم حتى لسبعة ونص متاع العشاء، الموعد توتسويت مع الانترفيو دي كلوب. الانترفيو دي كلوب، ضيفنا اليوم في الانترفيو دي كلوب هو سيد هشام العجبوني القيادي بالتيار الديمقراطي. مساء الخير سي هشام، اهلا وسهلا. مساء النور وشكرا على الاستضافه. شكرا لك على حضورك بحضنا. رافقني في الحوار في البوسيلمي وباتاكي الانترفيو باش نحكيو على الفولي بوليتيك وباش نرجعوا على زياره رئيس الجمهوريه لبروكسل المشاركه في القمه السادسه من الاتحاد الاوروبي الافريقي. زياره تزامنت مع انتقادات الغرب بعد قرار حل المجلس الاعلى للقضاء. نعرفوا كذلك اللي فما زيارة مرتقبة الفريق من صندوق النقد الدولي في مارس الاتفاق على موعد انطلاق المفاوضات الرسمية بعد انتهاء المحادثات الفنية اللي تواصلت لمدة أسبوع مع فريق صندوق النقد كما كانت أعلنت عليها وزيرة المالية السيدة سهام نمسية. التوانسة في أمس الحاجة لجرعة من الأكسجين على خاطر اللي يخرج للشارع يشوف التوانسة شنو تحكي على الوضع الاقتصادي. سامحني في الكلمة سي هشام، يقول لك التوانسة قاعدة تتنفس بالباي، شنو رأيك؟ لا تتنفس من الباي ليهم سنوات التوانسة معناها، ولكن زادة ما نحبوش نبيعوا لهم الوهم والأوهام. تو احنا مازلنا في المحادثات التمهيدية مع صندوق النقد الدولي ومازلنا ما بديناش الحقيقة في المحادثات الرسمية. وانا مهما كانت تو هاو التوانسة يسمعوا فينا، ثماشي تونسي يعرف شنو الالتزامات اللي قدمتها الحكومة نتاع السيدة سي قيس سعيد. انا ديما ساعات لابسوس باش نقول السيده نجله بودن، اما هي حكومه السيد قيس سعيد باعتبار الامر 117 ل 22 سبتمبر يقول رئيس الجمهوريه يضبط السياسات العموميه والحكومه تنفذ. بالتالي تو كي ناس كنت نسمع فيه تو ما زلت ما كملتش الخطاب الاخير نتاع الكونسي مينيستيريال، كانه الحكومه شيء هو شيء. معناها انا تحدثت مع رئيس الحكومه وقلت لها راهو ثم خطوط حمراء وغير، معناها كأنها الحكومة قاعدة تتفاوض بمعزل على رئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية كيسمع كلام كيفنا احنا زادة الحكومة قاعدة تتقدم في المفاوضات يجي يقول لا لن نقبل لا وثم خطوط حمراء وغير. شنو هالخطوط الحمراء نعرفوش؟ قال هيش السيد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الحمراء هشام عجبوني ما قال هيش، هو ما قال هيش كلام شعبوي. سنحافظ على المقدرة الشرائية للتونسيين اللي ما حافظش عليها من جويلية. هو من جويلية يحكي على احتكار، واليوم سمعته مرة أخرى لن نقبل بالاحتكار وسنحارب المنكلين بالتونسيين وغيره. نفس الخطاب من 25 جويلية. انتم عالميين كان تاخذوا الخطابات نتاعو وتشوفوا التكرر، معنى الحاجات اللي قاعدة تتعاود لين نحفظناها احنا نصوص واللصوص ودولة القضاة وقضاة الدولة. نفس الشعارات وكليشيات قدمتش البلاد النسل في أما زاد السؤال هنا هشام، زعم هذايا مش على خاطر الأولوية بالنسبة لرئيس الجمهورية هي أولوية سياسية بامتياز، وهذيك الخطأ خوف المشاكل، وهذيك الخطأ الأولوية تو اقتصادية واجتماعية. أما هو يشوف سي هشام مرة أخرى ونطرح عليك سؤال هنا وخليك تسترسل، هو يشوف أنه الإصلاح على المستوى الاقتصادي ما يجي كان باستكمال مرحلة البناء على المستوى السياسي. وين الهفوة لهنا؟ لا هو قال الجمعة اللي فاتت يظهر لي قال الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي يجي بعد تطهير البلاد. فوالا. أي السيد رئيس الجمهورية كله من هذا المنبر راهو تطهير البلاد سيأخذ سنوات، باش ما نقولش عشرات السنوات. معناها لا ينفع العقار فيما أفسده الدهر، معناها 60 سنة ولا سيدي نقول 30 سنة الأخر فساد ماكش باش تطهر البلاد في ظرف قصير. وحاجة أخرى، ثم زمن اقتصادي وزمن سياسي. راهو الزمن الاقتصادي لا ينتظر الزمن السياسي بتاع السيد رئيس الجمهورية. معناه ينجم هو في باله على 10 سنين ولا 20 سنة تطهير البلاد كأنه باش يقعد هو خليفة، معناه مش رئيس جمهورية اللي عنده عهدتين فقط. راهو ما تنجمش يصبر الوضع الاقتصادي كما الناس قبلوا الانقلاب نتاع بن علي على بورقيبة على خاطر الوضع الاقتصادي تردى، وكما الناس قبلت الانقلاب ولا الثورة على بن علي خاطر الوضع الاقتصادي تردى في السنوات الأخيرة، راهو نفس الشيء. راهو قيس سعيد سيسقط بسبب الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي لا ينتظر. احنا توا الخطابات نتاعو بكلها وهو يهاجم في المعارضه في المناوئين نتاعو. انا ساعات هو معناها يجيب سيشن مهما يجيب ليه ما عندوش حق، راه ماهوش هو ماهوش رابور سيد رئيس الجمهوريه. رئيس الجمهوريه يكلاشي في المعارضين نتاعو في كل مناسبه. خليني جوست نقول لك راهو السيد هذايا عنده صلاحيات الهيه لم تتوفر لغيره منذ الاستقلال، باش ما نرجعش حتى عهد البيات. ورغم ذلك المطلوب منه قدام الناس هو الانجاز يا سيد رئيس الجمهوريه وليس انتقاد المعارضين نتاعك. رانا في دوله ديمقراطيه،
راو كل واحد كل تونسي من حقه أن ينتقد خاصة في غياب الإنجازات. يا سيد رئيس الجمهورية ما هي الإنجازات اللي قدمتنا؟ تعرف أنت تو قديش لي سيد رئيس الجمهورية بسلطات مطلقة 7 شهور ولا 8 شهور تقريبا من جويل، وهو يحكي، هو يحكي ديما على الوضع الاجتماعي والمنحة الاجتماعي والسياسات الاجتماعية. أي سيدي ثم 3 قوانين ذات بعد اجتماعي وديما نعود فيها ونذكر السيد رئيس الجمهورية، قانون الاقتصاد التضامني والاجتماعي، قانون التمويل التشاركي كراود فاندين، ولوتو انتربرونور المبادر الذاتي. خرج نصوص تطبيقيه وهو عنده كل السلطات الى حد هذه اللحظه. اما مره اخرى نرجع لك، خليني نقول لك خرج هو السيد رئيس الجمهوريه، خرج مرسوم عدد 3 يظهر لي متعلق بالاستعلام الائتماني، معناه امك الصنافه الداخليه. خرجوا المرسوم، ما نعرفوش شنو سلم الاولويات نتاع السيد رئيس الجمهوري، شنو درجه الاستعجال باش يخرج لنا مرسوم. جينا احنا في لجنه الماليه وكان موجود في البرلمان حتى السابق 14-19 وتم تاخير فيه. علاش؟ على خاطر ينجم يمس المعطيات الشخصيه، وقلنا احنا في لجنه الماليه كي كنت عضو لجنه الماليه ننتظروا الاستماع الى البنك المركزي خاطر عنده هو سنترال دي ريسك، شوفوا شنو الفرق، شنو علاش يلزمنا نعملوا دي بيرو كريدي، خاصة أنه في فرنسا مثلا اللي هي دولة ديمقراطية المحكمة الدستورية رفضت مشروع هذا، قال ثم خطر على المعطيات الشخصية ولجنة المعطيات هو الشخصية. سيشامي ترجع يعني حبيت جوست نقول لك على الأولويات نتاع السيد رئيس الجمهورية، خطابه في نوع معين أما الممارسات وعلى الواقع كما قانون المالية. ثلاثة قوانين اللي حكيت عليهم أنت هذوما، أنت دخلت في الجانب الاقتصادي، مساش ندخل في الجانب نعملوا ديفايفيا خاطر مرتبطين زوج بعض. ربما زاد القراءة التي تقدم من طرف المساندين لرئاسة الجمهورية. سي هشام قال لك اليوم رئيس الجمهورية صحيح فما الضبابية وهذا يعترفوا به حتى المقربين من رئيس الجمهورية على مستوى الأولويات، خاصة نحكي لهنا في المستوى الاقتصادي، ولكن فما مجموعة من القوانين اللي يعتبرها جات في فترة هو عنده عليها مجموعة من المؤاخذات، دونك وكأنه رئيس الجمهورية ياخذ مسافة من اليسار. يقول لك هنا في مرحلة البناء، مرحلة البناء الاقتصادي على الأقل يشوفها من وجهة نظره هو ما تم كان وقت اللي يكون فما اون سيغتان ستابيليتي، وبعد يطرح وجهة النظر نتاعه، وجهة النظر نتاعه طبعا نسألك عليها. فما العديد من النقاط، فما العديد من البدائل اللي طرحهم رئيس الجمهورية، وأنا باش نطرحهم عليك كمختص ونحب ناخذ رأيك فيهم. سؤال ساعة في علاقة بالطرح هذا، رئيس الجمهورية يحب يطرح البدائل من عنده هو مش من عند اللي جات من العشرية اللي هو عنده عليها مؤاخذات على المستوى الاقتصادي. نحن معناها شكون شد باش يطرح البدائل؟ أنا سويت تولي 7 شهور، أنا ما قلتش باش يقوم بإصلاح الوضع الاقتصادي والاجتماعي، لأنه الصعوبات الاقتصادية هيكلية، الاستركتوري استركتوري لازم حلول هيكلية، والهيكلي ياخذ برشا وقت هكا ولا؟ أيوا أما حاجتنا باش يورينا ثنية وين يحب يهز البلاد. فماشي تونسي تو نتحدى في اللحظة ذي ينجم يجاوبنا قيس سعيد وين يحب يهز البلاد؟ يحب كل الخبراء التشريعية، الانتخابات التشريعية في 2022 تنعرف يا أخي، هي هدف الانتخابات التشريعية يبدو أنها هدف، هي وسيلة كي تصير أزمة سياسية خانقة ما نجموش نلقاو لها حل ما بيناتنا عن طريق شنو؟ على الاقتتال، ما عن طريق الحوار، نقعدوا فوق الطاولة نتعارك أنا وياك، نضارب أنا وياك بالبنية، وفي الآخر نلقاو حل باش ننقذوا بلادنا. هذا هو السياسه في نهايه الامر. السيد قيس سعيد هو جزء من المشكل، ما هو جزء من الحل. هو بحكم الدستور لازم يكون وجوبا حل جزء من الحل، لانه في وضعيه الازمات هو يتدخل لايجاد الحلول تقريب وجهه نظر. هو هاني توا الى حد هذه اللحظه اليوم 24 فبراير وعندنا حرب في روسيا واوكرانيا باش تغير العالم وباش تكون عندنا انعكاسات كبيره على الاقتصاد التونسي العالمي والتونسي بطبيعة الحال، وسيدي قاعد يهاجم يكلاشي في المعارضة وفي نفس المنطق. الحقيقة فدينا منه ديسكور هذا، فدينا منه صدقني أنا، معناه كان مش بالضرورة والله العاد نجم نسمعه خاطر يكرر في نفس الشيء، قاعد يوتر في الأجواء في حين أننا نحتاج إلى عقل بارد باش نلقاو حلول لهذه البلاد. باش نعطيك انا سي هشام اهم ما جاء ربما في المجلس الوزاري نتاع اليوم، ابرز النقاط اللي كان اكد عليها ولا ركز عليها رئيس الجمهوريه، يقول لك اكد انه الدوله لازم تكون قويه في نطاق القانون، يقول لك ضروره مراقبه تمويل الجمعيات، التمسك باستقلاليه القضاء، الحرص على صون الحقوق والحريات، التمسك بالسياده الوطنيه ورفض كل الافتراءات والاكاذيب والاشاعات اللي يتم الترويج لها في الخارج، الاسراع بتوفير الاحاطه اللازمه
التونسيين المقيمين في اوكرانيا، وذا كما قال ديت ونرجو نحكيوا عليهم بعد الحرب هذيا بين اوكرانيا وروسيا ولي ريبيركسيون نتاعها على مختلف دول العالم نوتامون تونس. يقول لك كيف التصدي لكل ما ظهر الاحتكار والمضاربه ومراقبه الاسواق لحمايه الفئات الضعيفه ومتابعه ظاهره هجره الادميرال برين درين في كافه الاختصاصات ووضع تصورات للحد منها. طبعا هي محليهم شعارات، والله انا بدي يعجبوني كي نقراهم ولا نسمعهم محليهم، ولكن في مستوى الانجاز ورينا كيفاش، شنو الاليات نتاعك باش انت تحافظ على هجره الادمغ. انت وترت الاجواء وشنشت الاجواء والناس كل فاسدين، وثم الصادقين الثابتين، واي واحد يخالفك يولي طامع ولا يلوج على المواقع. وعودها اليوم معناها ربما يقصد في التيار، معناها مره اخرى نذكر لي هذه مغالطه كبيره، على خاطر كان يرجع البيان 26 جويلية اقل من 24 ساعه المكتب السياسي يخرج بيان ويقول راهو رئيس الجمهوريه تجاوز شروط تطبيق الفصل 80. راهو اللي يقول هكا ما يلوجش على موقع، اللي يقول اللي يلوج على موقع يطبل للسيد الرئيس، يطبل له يقول له بارك الله فيك، سير سير يا سي قيس سعيد واحنا وراك بندير، احنا ما قلنا لوش هكا. دونك ما نجمش يكون يقصد في التيار الديمقراطي، ربما يقصد في قوى اخرى. هو تفصل ما سماش، اما سي شان نرجع معك يلمح ديما في زوز مناسبات قلت انه رئيس الجمهوريه ما ينجم ماهوش رابور وما ينجمش يجاوب على الخصوم السياسيين. الشيء هذا برشا يشوفوا انه مش صحيح، سامح لي سي شان، على خاطر رؤساء دول في ديمقراطيات عريقه شفناهم يجاوبوا على المعارضين. اما ينجزوا ماكرون بوريس جونسون ميسيلش. يعني وانت داري ما تعرف الانسيدون ماكرون يعني يجاوب على المعارضين. ليه توا حمله انتخابيه طبيعي، حتى قبل الحمله الانتخابيه، قبل الحمله الانتخابيه رارمون نلقى ماكرون يجاوب في الخصوم السياسيين. بالعكس رئيس الجمهوريه تعالى، راهو رئيس الجمهوريه خاصه كي يبدا عنده كل السلطات، شنو اللي شد له يديه السيد رئيس الجمهوريه باش ينجز للتوانسه؟ ما نجم يغلبنا ويسكتنا معارضين وموالين واللي تحب انت، كان بشرعيه الانجاز. حتى كان في وضع استفراد بالحكم وفي وضع استثنائي سياسي، ولكن في غياب الانجازات سامحني ليه نهار كامل كلاشي في المعارضه، راهو هذا مرفوض يا سيد رئيس الجمهوريه، وراهو تتمادى في ذلك البلاد، معناها عرفت العزوزه هزة الواد ورئيس الجمهوريه ليه كلاشي. اما سي هشام زاد وراء الخطاب هذايا نتاع انه فما نقاط مكرره صحيح، ولكن فما وراه زاد اون فيزيون اللي تعتبر انه فما، وانت تعرف اللي رئيس الجمهوريه يحكي على نظام خفي يحكم البلاد. هذه النقطه انا احسدك يعني ترى فيزيون في خطاب السيد الرئيس. مانيش نحكي على الناس المساندين لرئيس الجمهوريه. الناس المساندين بطبيعه يراو في فيزيون كبيره ياسر. هاو باش نعطيك النقاط اللي يشوفوهم. النظام الخفي مش صحيح انه فما نظام خفي منذ عقود يحكم في البلاد، وسبب من الاسباب، وانت تعرف اللي في العشريه الفايته استحال تقريبا الاصلاح مع اللوبيات واللي حتى التيار الديمقراطي اشار لهم اكثر مره. هذا مش صحيح. يعني طرح رئيس الجمهوريه اليس فيه جانب من الوجاهه على الاقل؟ بجانب من المواجهة أنا كنقول عندي جانب من المواجهة وأنت كيف أما اللي عنده السلطات الإلهية، السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية برأسها، السلطة الترتيبية، السلطة الرقابية خاطر ما عادش نجم تراقب المراسيم نتاعو، السلطة التأسيسية ربما خاطر يحب يبدل الدستور، عنده خمسة سلطات، لا بورقيبة لا بن علي لا البيات لا حتى حد كان عنده هذه السلطات، راهو مش مسموح ليه يتكلم يقول على اللوبيات لي سبعة أشهر. شملت لهم اللوبيات مدة كافية للقضاء على اللوبيات متغلغلة في البيت. وريني ثنية، وريني اللي بالحق أنت عندك رؤية للقضاء على اللوبيات هذه. شنو عمل لهم اللوبيات؟ شنو اللي عمل لهم اللوبيات؟ هاني نسأل سؤال. شو معناتها إلى 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 إن تران دو فوندر دو ريف معناتها رئيس الجمهورية؟ بالضبط يبيع في الأوهام ليه سبعة أشهر خاطر ما عندوش مشروع للبلاد، ما عندوش رؤية، شعارات شعارات احنا كنا نقولوا فيها قبل هو يمارس السياسة، كنا نجم نقولوا فيها تغيير حوكمة البلاد، الفساد، قضاء الاقتصاد الريعي اللي هو الزواج العرفي بين منظومة معناها اقتصادية نافذة ومنظومة سياسية تحكم، يتبادلوا في المصالح، معناها نتبادلوا في المصالح، أنا نحقق لك مصلحتك الاقتصادية والمالية وأنت تحقق لي مصلحتك السياسية باش نبقى جاثم على معناها على قلوب التونسيين ل 23 سنة كما عمل بن علي. ما أنا نحكي على اللوبيات سي هشام في الجانب الاقتصادي، زاد رئيس الجمهورية يحكي على مسالك التوزيع والفترة الأخيرة. قداش ليها يحكي عليهم؟ خلينا جست نطرح سبع أشهر عنده سبع أشهر يحكي عليهم. اليوم في العشر سنوات وأنا سمعت سياسيين وسمعت حتى وزراء من حكومات يحكيوا على صعوبة الكنترول على الرقابة على مسالك التوزيع على خاطر فما إشكاليات على المستوى اللوجستي والبشري وغيره. كيفاش طالبوا برئيس الجمهوريه بسبع اشهر في سبع اشهر انه يحل الاشكاليات هذه؟ تتحل كيفاش بالسلطات اللي عنده؟ هذوما شنو ينجم يعمل كونكريت مع ارض الواقع؟ بحاجتي الرقمنه وتكثيف الرقابه. الرقمنه شو معناها الرقمنه؟ كيفاش يصير الاحتكار؟ ايوه خاصه في المواد
معناها الخضر والغلال وغيره باش بلي شامبر فروع مخزن تبريد مخزن تبريد مش كل مخزن تبريد عنده كونتور الكونتور منين ياخذ والمخازن العشوائي ايش نعملوا فيهم هنيجي ايوه تفضل مهم التفاعل ليه ماني انا نبدا معناها بيداجوجيكمون نحاول نفسر نطرح اسئله أيوة. باش اللي يسمعوا فينا يفهموا باه مخازن تبريد عندهم دي كونتور كونتور شكون يعطي فيهم منين ياخذوا فيهم عند الدوله اكسكلوزيفمون احتكار ستيك هكا ولا عند الدوله تنجم انت تعمل شامبر فرواد مخزن تبريد لغير اللي تاخذ كونتور يستحيل مستحيل برشا يستحيل يستحيل مستحيل دونك il suffit de faire un recoupement mais bien steak atini tous les compteurs نتاعك وين ماشيين معروفين ولا consommation نتاعهم elle est élevée معناها دونك واضحين يمشي لهم انت في الفيرمات اللي موجودين في مختلف ولايات الجمهوريه اللي اون نوار دي معنا كل شيء احنا في الموازي ستيك تو تخرج نتاعتي امد تقول شهرين ثلاثه اللي ميديكلاري شامبر فرواد رانا باش نصدره كيفاش تفسر رئيس الجمهوريه احكي وانت تفسر الرقم معناها وزاره التجاره عندها اكسي اتوت لي شامبر فرواد مخازن تبريد في كل لحظه تعرف عاد قداش عندي بطاطا قداش عندي خضره قداش عندي انواع الكل ومن بعد تدخل باش تعدل السوق تعرف برتو اش دخلوا للمخازن التبريد واش خرجوا هذه كلها بالرقمنه قالوا هما الجماعه اللي راهو باش نعملوا الرقمنه شكونهم وزاره التجاره أيوة. وقتها هو حكي شويه على الحكايه وشي ما صار من وقت ودايور وهو باش نقول للمره الثانيه في راديو اتصلت بالرئاسه بعد 25 جويليه دوب ما حكي على الرقمنه قلت له ثم شكون معناها اطارات في وزاره التجاره عنده برنامج كامل خدم عليه لسنوات شنو ناقصها اراده سياسيه تطبيق وكها اراده سياسيه على خاطر لوبيات قويين مخترقين وزاره التجاره مخترقين كل هياكل الدوله هياكل الرقابه اللي هي ضعيفه تعرف قداش عندنا من كنترولور احنا وزاره التجاره مئات بضعه مئات سيسكي اكسبليك لو ستاتيو اللي هبطوا تقول انه تونس تدفع ثمن غياب السياسات الاستراتيجيه التقيه الفلاحيه والرقميه والمرتبطه طبعاً. ارتباط وثيق بالامن القومي نتاعها طبعا احنا متخلفين احنا نعيش اميه رقميه اميه تقي تو انت كي طلع البريل دو بترول اليوم 104 تقريبا دولار ومازال ربما يزيد يرتفع كان طويله الحرب شكون يلزمك تعمل انت منذ سنوات علاش قلت تخلف انا راك بديت في ليزينيرجي رونوفلاب في بالك عندنا 4 ولا 5 بروجي حاضرين لانتاج الكهرباء واقفين المشاريع مازالوا ما بداوش اي ما هذا لا يتحمل رئيس الجمهوريه باش نكون واضح ليه انا ما حملتش الرئيس الجمهوري لكن في فتره سابقه هذا في اي هذوما دي شوا استراتيجي ما ينجمش رئيس الجمهوريه 6 اشهر لهم عليهم اما فقط انا موضوعي راهو انا فقط يا جماعه خاطر رئيس الجمهوريه يحكي على مسالك التجويع حكيت على زوز نقاط الرقم ومخازن التبريد جوست للتوضيح اللي نستمع فينا باش يكون موضوع مسالك التوزيع كيما حكي عليها رئيس الجمهوريه واضح فيما يتعلق بمخازن التبريد العشوائي حكيت على اللي مخازن التبريد اللي تعرفهم الدوله المخازن التبريد العشوائيه كيفاش تعرفهم قلت لك ركوبمون افيك ستيك ستيك تعرفهم كل اي واحد يستعمل في كونتور نجم تخرج له الشامبر فرواد نتاعو وين في اي في اي بلاصه وتشوفوا هذا ما ديكلاري ولا نون ديكلاري البروسيس هذا علاش ما مشيتش فيه رئاسه الجمهوريه كيف انت حسب قراءتك انت علاش غير قلت لك انا اقترحت على الرئاسه قلت لهم ثم شكون عنده مشروع مستعد يقدمه لكم يستحق كان اراده سياسيه ما هو عنده اراده سياسيه السيد رئيس الجمهوريه اجى طبقه ما تفعلوش معايا باه مش تفهم انت معناها كان جينا نلوجوا على حلول برمي لي كريتير نتاع لا بون غوفرنونس لا رياكتيفيتي انا كي نجيك مسؤول نقول لك راه ثم شكون عنده مشروع il va l'exposer وشوف وثبت وهو عنده دراسه كامله حاضره علاش نضيع في الوقت 6 اشهر ولا 7 اشهر وما نتفاعلش معاه الى حد هذه اللحظه ما صار حتى هو سي هشام كيف نسمعك تقول لو كنا نحب نبحث على الحلول هو السؤال ربما اللي يعني ما ينجم حتى حد يعديها الحكايه رئيس الجمهوريه يبحث عن ماذا اذا كان يبحث على الحلول والله لا نعرف هو سالوه انتم كعالميين هو يرفض التعامل مع العالميين التونسيين اما في الخطاب مع العالميين الخارج معناها كي يخرج لبرا يسهلوه يجاوبهم اما في الاعلام التونسي حتى حد هو السياسه الاتصاليه نتاعو عباره على مونولوج نجيب رئيس الحكومه والمدير التنفيذي للحكومه بالاحرى نجيبها قدامي ونجيب اي وزير ونبدا نخطب معناها للشعب الكريم عن طريقه هو نمارس في كل ما يصير ازمه يتخذ قرار باش الشعبيه نتاعو تطلع وقف السيد نور الدين البحيري هاو درش عملها وعمل زياره فوجيه هاو الحديد معناها صارت المصادره ومن بعد طلع السيد ما عنده حتى اشكاليه بالعكس زاد سوم الحديد مرتين بعد الزياره هذيا هاو قال خفضوا في سعر الدجاج ومش معقول هالاحتكار
يا اخي لي بري اون غران بي هم برشا فرحانين بيه. علاش لي بري اون غران بي؟ نقول لك علاش فرحانين بيه. على خاطر رئيس الجمهورية ما يعرفش لي ثمن منظومات انتاج وما يعرفش لي في السنوات الاخيره لي بري نتاع لي ماتير بريمير طلعوا معناها بطريقه غير مسبوقه. برا شوف تاع الفوسفات قداش زاد الدي ا بي تي اس بي كل شيء كل شيء. يعني سيشان تعتبر رئيس الجمهورية ما عرفش لي زابيسي. يعني رئيس الجمهورية ما عرفش لي فهم منظومات انتاج ما عرفش شيء. هذا ان كونستات عملت اليوم بيان سور ما تنجمش انت تقول بار اكزومبل تقول الدجاج يلزم غالي يلزم ترخص فيه ثم منظومة انتاج. كان انت تجبر انت لي زاندستريال باش يبيعوا بالخساره تو يسكروا ويلي راه اون رارتي ولي بري فون غرامبي. هذايا لي زابيسي نتاع الاقتصاد باش نبسطوا للمستمعين. السيد رئيس الجمهورية ما يعرفوش هذا في باله كن فيكون الاقتصاد الاقتصاد ليه التنافسية ومنظومات انتاج. يجي خنشوف علاش الدجاج غالي. خاطر العلفة غالية. وعلاش العلفة غالية؟ ثم مونوبول سيدي. ثم ريع. ثم ريع. ثم مونوبول. ثم شخص واحد هو اللي قاعد الجراند سوجا هو اللي قاعد يبيع فيها البلاد. دونك التنافسية هي اللي تخلي لي بري يل بوف بيسي. دونك هذه الكل رئيس الجمهورية في عوض يا سيدي هي في السياسة يا اما وبيان فير وفير فير. انا كي ما نعرفش مش عيب. انا كسياسي ما نفهمش في كل شيء كي ما نفهمش في حاجه نجيب الناس اللي تفهم وبيان سور عنده لا كاباسيتي باش يفهم ومن بعد يتخذ القرار المناسب. هو زعما ما جابش ناس تفهم؟ لا الحقيقه ما ريتش انا كان جا عنده ناس تفهم مع احترامي للمستشارين نتاعو راهو خطاباته مش بالحقيقه بالضحاله والفراغ المضموني اللي قاعدين نسمعوا فيه. يمكن المواطن العادي لكوماندي مورتيل يعجبوا الخطاب يدغدغ المشاعر نتاعو. الشعبويه شنو هي؟ الشعبويه تدغدغ المشاعر مقصودة. نحكي على السياده الوطنيه مقصوده يعني مقصوده بيان سور نحكي على السياده. اسمع السياده الوطنيه ارجاع اموال الشعب المنهوبه راه يتفرح خاطر كل واحد قاعد غادي يحلم اللي الاموال هذه باش ترجع لنا باش يفرقها عليهم شهري معناه هو قاعد في الدار لازم يكون عمرك شريت ليه عمرك شريت رئيس جمهوريه يحكي على قيمه العمل؟ عمرك شي سمعت رئيس جمهورية خرج ما عنده شعبية مرتفعة جدا والناس تسمعوا اخدموا يقول لهم راي ما ثماش حاجة تنجم تمنع البلاد هذية إلا قيمة العمل لفالور ترافاي اللي احنا للأسف شديد في السنوات الأخيرة معناها جاهلناها وما عادش نحكيو عليها بالكل. وأكثر من هكا الناس الانفيرونمون اللي موجود المناخ الأعمال في تونس واللي يخلي الناس تهرب واللي يخلي الكفاءات قاعدة تغادر في البلاد رغم اللي تلقاها راهو الوضعية نتاعو مرفه في تونس معناها اللي قاعدين يحرقوا بطريقة معناها شرعية وغير شرعية راهو مش بالضرورة عباد عندهم صعوبات مادية في تونس ولكن مناخ الأعمال مناخ العام نتاع البلاد ما عادش يخليه مرتاح على أولاده باش ياخذوا تعليم طيب ولا السيكوريتي نتاعهم ولا المساله البيئيه معناها البلاد ياسر سامحوني في كلمه ياسر وسخ في البلاد معناها ولا يقتصر هذه على المناطق ربما الشعبيه حتى المناطق الراقيه في تونس يجي نعملوا دوره تشوف شكاير بلاستيك تشوف الوسخ في كل شيره هذا الكل ومناخ يخلي الناس معناها تفد من البلاد رغم اللي تونس بلاد محليها معناها ونعاود ونقولوا عندنا بوتنسييل انورم ولكن للاسف كي تغيب الرؤيه وتغيب التصورات وتكثر الشعبويه راهو النتيجه باش تكون معناها تعيسه وتعيسه جدا. مع ضيفنا سي هشام العجبوني وضياء البوسلمي قبل الفاصل كنا نحكيو على يمكن الطريقه الاتصاليه نتاع رئيس الجمهوريه سي هشام العجبوني قلت يلزمو يبدل الديسكور نتاعو على خاطر معناتها إلي اون تران دو فوندر دو ريف مي كونكريتمون معناتها للشعب مازال ما قدم حتى شيء رئيس الجمهوريه. طبعا انا كتبتها ليه برشا قلت حبل الشعبويه قصير وقصير جدا. سابي في العالم اجمع هي لا موجه شعبويه نجحت في برشا بلدان في العالم خاطر يلفو لو ريكونيتر اللي المنظومه الديمقراطيه وصلت الى نوع من الحدود نتاعها ما عادش تعبر على اراده الشعوب سي فري معناه ولكن لحد هذه اللحظه ما اخترعناش منظومه اخرى اقل سوء من الديمقراطيه سيدي ما نقولوش افضل من الديمقراطيه ما يسالش اما هذا الكل ما يجيش بشخص واحد معناها مهما بلغت العبقريه نتاع سي قيس سعيد معناها لازم يتواضع ويشارك الناس معاه لانه يعني البلاد هذه بلادي انا وبلادكم اما يشارك الناس زاد فما سي هشام كيف تحكي على التشريع على الاستشاره الشعبيه اي جوستومون جايينها من مش على ذيك باش نجيوها الاستشاره ما نحكي على اليوم الطبقه السياسيه زاد فما الحجه التي تقدم فيما يتعلق بالطبقه السياسيه الموجوده سي هشام يقول لك اللي المعارضه لرئاسه الجمهوريه لم تقدم بديل ريالمون يعني اليوم حتى في معارضتهم لرئيس الجمهوريه يعني تقريبا اغلب الطيف السياسي المناهض لمسار 25 جويليه اليوم حتى في التظاهرات في الشارع سي هشام نشوفوهم كل حزب على حده
وعندهم مازالوا محافظين على الخلافات. وفما حتى العديد وانت تعرف اللي يعتبر انه الخلافات هذه ما عندها حتى قيمه، يعني هي مجرد خلافات شكليه. يعني كيفاش تفسر هذا، ولا شنو قراءتك، ولا شنو ردك على الراي هذا اللي يشوف انه اليوم انت حكيت على ربما خطاب رئيس الجمهوريه حسب رايك دغدغ المشاعر نتاع المواطن وفسرت به الزخم الشعبي، ولكن اليوم انتم كاحزاب سياسيه الا تتحملون جزء من المسؤوليه زاد في المشهد اللي موجود تو، الوضعيه اللي موجوده تو؟ طبعا كلنا نتحمل مسؤوليه، الاحزاب السياسيه واللي انتخب الاحزاب السياسيه بكل وضوح، بكل وضوح. وديما نقول عندنا مستوى وعي الحقيقه معناها لم يرتقي الى الثوره التونسيه، بعيدة ثورة تونسية واللي جات به الاستحقاقات اللي جابت بهم الأفكار لم نحققها، فشلت كل الطبقة السياسية بأقدار بطبيعة الحال، مش اللي حكم 10 سنين كما اللي خاض تجربة متاع كلكم قصيرة، خلت التوانسة يحسوا بتغيير، ربما يصير تغيير، ولكن في نهاية الأمر حركة النهضة قررت أنها تسقط حكومة فخفاخ نحكي وتحالفت مع السيد نبيل القروي رمز الفساد حسب اللي قالوا السيد راجل غنوشي في الحملة الانتخابية. باش تفهم معنى علاش انا ساعات يقولوا لي ياسر تحكي على حركه النهضه ولا راجل غنوشي، خط الخيارات نتاعهم هي التي تسببت في البلوكاج بوليتيك هذايا وفي الوضع اللي وصلنا له، اللي ما زلتوا اليوم محافظين على نفس الموقف. وهذا ربما اللي يلوموه عليكم برشا، ليه ما عنده في الوضع اللي عايش فيه البلاد اليوم كيف تحكي على اجراءات استثنائيه زاد فما زاد اللوم على الاحزاب السياسيه ومنهم التيار الديمقراطي السياسي، هذه قراءه سياسيه موجوده وانت تعرف انه تلوموا على رئيس الجمهورية إشكالية الأولويات، وانتم كأحزاب ما نظمتوش الأولويات بتاعكم. اليوم الأولوية إذا كانكم معارضين وحاملين مشروع ضد رئيس الجمهورية لازم يكون فما على الأقل نقاط، فما لو مينيموم تتجمع عليه لمعارضة رئيس الجمهورية من بعد تتلهاو ضد المسار اللي مشى فيه رئيس الجمهورية، ضد المسار رئيس الجمهورية. يظهر لي الناس اللي تسمع فينا توا يعرفوا اللي كان من أقرب الأحزاب إلى السيد رئيس الجمهورية هو التيار الديمقراطي، واضح. ولكن احنا ما ركبناش على موجه 25 جويليا باش نزيدوا في الشعبيه نتاعنا ونقولوا يا سيد رئيس الجمهوريه يعطيك الصحه كل خطوه يعملها بارك الله فيك. فما شكون ركب؟ فما كل حد حر، فما برشا احزاب ما كناش نسمعوهم، شخصيات سياسيه وليت احتلت المنابر وتسب في الاحزاب الكل، ظهرت بعد 25 جويليا. اما اللي المعارضه كي الجزء الشق المعارض اللي هم عليكم انكم ما تجمعتوش، هذا هو المنطق. انت تصور تيار ديمقراطي نجم يتجمع مع حركه النهضه والباراشوكيت نتاعها اذا كان فما قراءات سياسيه تعتمد اونكور اون فوا هذه قراءه سياسيه موجوده. قلت لهم اللي الخلافات اذا كان تحكيوا على خطر يتهدد الدوله، وانت كنت تحكي اليوم انه مسار رئاسه الجمهوريه ورؤيه رئاسه الجمهوريه هذا خطر حسب ما فهمنا كلامك كان غلط صلاح انه يهدد الدوله، هياكل الدوله، نحكيوا على انيه قاعد يفكك في الدوله، هذا ألغى كل مؤسسات الدولة. ما هي دولة قانون المؤسسات نحكيه عليها، حتى بن علي كان يحكي عليها. المؤسسات الكل ألغاها السيد رئيس الجمهورية واختزلها في شخصه، واضح، العبقري اللي هو يعرف كل شيء، لا يأتيه الباطل من أمامه ومن خلفه ويقررنا مصيرنا. احنا قاعدين كلنا عاجزين ان نفكروا لبلادنا او نساهموا في بناء بلادنا، شنو يخلينا ندخلوا صوره كاريكاتوريه الرئيس الجمهوريه يا سي هشام؟ طبعا ليه كاريكاتورال، سامحني انا 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 خبير محاسب يعرفوا الناس. ودخلت للسياسه، علاش دخلت للسياسه؟ على خاطر وليت جاتني حلمه بعد 14 جانفي اللي تحرت البلاد هذيا ونجم نقدموا حاجه لبلادنا، خاطر قبل ما ثماش سياسه قبل 14 جانفي كان حزب واحد فكر واحد وماك تعرفوا شنو الاشكاليات الموجوده. قلت ثم امكانيه للتغيير، وبالحق لتو ما زلت نؤمن انه هنالك امكانيه للتغيير، كان مش لي انا وليك انت، لاولادنا على الاقل اولادنا يعيشوا في دوله محترمه. احنا مقومات الدوله المحترمه غير موجوده في البلاد، هي مليون. وهذا اول من اشار اليه مش قيس سعيد، التيار الديمقراطي اللي كنا نحكيه على دوله عادله قويه وعادله، وكان شعار الحمله نتاعنا، واكثر حزب طرح وفرض مساله محاربه الفساد والحكم الرشيدة هو التيار الديمقراطي. صحيح. كنا نتصارع واحنا في الهويات، انت كافر وانت مسلم وانت مع المساواة في الميراث وانت ضد وبرا عادة، هذيك الامور اللي تغذى منها حركة النهضة. هما تجار دين، ما همش كان جاوا بالحق يتسموا باخلاق الاسلام راه لابس علينا، لا فساد لا غيره، لا تحالفات مشبوهة، لا لعب تحت الطاولة، لا ابتزاز رجال الاعمال لا غيره. ولكن فرضنا مسألة علاش مكافحة الفساد؟ لأن علاقة عندها علاقة بالتنمية. راهو انا كنحارب الفساد في التعليم ولا في الصحة ولا في النقل، راني نحسن في القدرة الشرائية للمواطن التونسي، في واحد يقرر يولده في البريفي ولا يمشي لمساحة خاصة، يمشي المستشفى العمومي ويمشي للمدرسة العمومية وتتحسن القدرة الشرائية نتاع العائلة والاسانسور سوسيال اللي هو الأساس اللي تنجم تنحي به الفقر. ريتو يحكي على الفقر بيك لا مجال خطوط حمراء، عمره ما سمعته، هو رجل تعليم، عمره ما سمعته يقول
انه اساس اي اصلاح اقتصادي هو مراجعة المنظومة التعليمية والتربوية والبحثية والتكوينية والجامعية في علاقة بسوق الشغل. هذا عمرك شريتوه سمعتوش قالها السيد رئيس الجمهورية حتى مرة لقاء. اما لو بيلون كاتاستروفيك هذا تاع العشر سنوات. لا لا تاع رئاسة الجمهورية انت اليوم تحكي. ليه كيف كي زادة مش نقول بيلون خايب معناها راه البيلون اللي قبله خير. لا 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 مش هذا انا تكون واضح لا لا واضح سؤالي نحكي لك اليوم اذا كان ثم اتفاق من طرف الفاعلين السياسيين اللي موافقين انه رئيس الجمهوريه اليوم هو خطر محتق بالدوله بمؤسسات هذا ان كونستا تعملوه علاش ما يكونش ثم وهذه قراءه سياسيه مره اخرى نطرح عليك السؤال علاش ما يكونش ثم اليوم اولويه ما تعيبونه على رئيس الجمهوريه يعيبوا عليكم العديدون اليوم انه اليوم سامحني ثم اولويات يقول لك تجمعوا باش تكون ثم قوه ويكون عندكم امباكت ضد المسار نتاع رئيس الجمهوريه من بعد تتلهوا بالخلافات السياسيه نتاعك كيفاش ترجع لها تتجمع مع الناس اللي تشاطرك نفس الافكار اللي تؤمن فعلا بمنطق الدوله بمنطق القانون والمؤسسات واللي يؤمنوا للقانون والمؤسسات والدستور والدولة فوق الأحزاب. كيفاش النجم أنا نجتمع مع حزب يعتقد أنه الأحزاب فوق القانون والمؤسسات والقضاء والدولة وغيره. اللي هو حركة النهضة. اللي هو حركة النهضة بكل وضوح. اليوم اللي موجودين مع حركة النهضة ما عندهمش نفس الفيزيون هذه. يعني اليوم كيف نحكيه على الحزب الجمهوري كيف نحكيه على حزب الجمهوري مع التيار الديمقراطي في تنسيقية ديمقراطية. أيوة لكن شفنا سي عصام الشابي. شفنا سي عصام مشي خاطر. سي عصام بصفته أمين عام كمان. بصفته أمين عام صحيح. شفناه في نفس المكان مع رجل تفقوش معاه في هذه وعبرنا له على رأينا هو مشى في باله باش يضامن معاه سيد نور الدين البحيري اللي حياته في خطر كيف سألوه قالوا لك أبغيتو رشد غنوشي ماهوش ريال شارون معنا لا هذيك نجيب شابي نجيب شابي عصام شابي عصام شابي في التنسيقية وإحنا نعتقد أن الصورة هذيك مضرة بالتنسيقية الديمقراطية ونرفضها في التيار الديمقراطي هذا رأينا أو بكل وضوح ولكن قاعدين نلموا في قوة مدنية قوة سياسية لأنه تو المسألة ماشي سياسية حزبية مسألة تو مصلحة البلاد بلاد قاعدة في مسار خاطئ حسب قراءتنا مسار باش يؤدي معناها إلى انهيار الدولة وتفكيكها وهذا مش احنا برك قلناه راه حتى التقارير نتاع وورد ايكونوميك فوروم انتم تعرضتوا لها يحكي على خطر الأول وانهيار الدولة بربك يتبدا تقرير هكاك معناها يقراوه الناس كل حتى كرايزس جروب كيف التقرير نتاعها شكون يجي باش يستثمر في تونس من جهه اخرى فنرجع عند النقاش الاقتصادي رجعنا للاقتصاد ليه تعرف عليه مهم مهم خاطر مهم انا ديما نقولها راهو سياسه بلاش اقتصاد ليه واضح معناه سياسي ما يفهمش وما يحطش الاقتصاد كاولويه في شد دارو خير اليوم كيف نشوفوا زاده من جهه اخرى التطمينات اللي تجي من عند البنك مونديال يعني اليوم انت تسمع 400 مليون دولار مساعدات اجتماعيه ولكن الاهم حسب رايي وحسب العدد اجتماعي مساعدات لا لا مهم البريسيزيون مهم معناها خذينا 300 مليون دولار لا لا مهم بخلاف ال 400 مليون دولار هذوما انه نسيت خلينا نرجعوا للنقاش الاقتصادي سي هشام 400 مليون دولار هذوما ما زاد فما تصريح نتاع ممثل البنك الدولي يقول لك احنا مازلنا باش نعاونوا الدوله التونسيه ذي زاد ما تنجمش هذه النقطة من النقاط الإيجابية اللي أنتم تتغاضوا عليها فحبوا تشوفوها. اسمعني هل 400 مليون دولار و300 مليون دولار والمساندة المستمرة بالبنك الدولي مهمة. ترقية هذه خاطر احنا مومبر ما تنساش اللي احنا مومبر من البنك المونديال. أي عضو كيما عضو في الافمي ماشي مزية معناها. لا ما كان جات دولة ديكتاتورية وفما استبداد وفما خطر محدق بالدولة موقف البنك الدولي باش يكون هذا يعني وكأنه زاد فما شوية هما. فما تضخيم للأمور فما نعتبر أنه فما تضخيم للأمور وتهويل ما يدخلوش ياسر في السياسة معناها ثم خيط رفيع ما يتجاوزوهش ديما في تصريحاتهم الرسمية أما شوف بيان الاتحاد الأوروبي جيسات اللي هما مؤثرين في الافمي مؤثرين في البنك المونديال راهو قرار إعانة تونس قرار سياسي وهنا تدخل فيها جيوسياسة وجيوبوليتيك واللي تحب انت لانه ما ينجمش الاتحاد الاوروبي يسمح بانهيار الدوله التونسيه وهي على حدوده احنا عندنا حدود مع الاتحاد الاوروبي وعندك ليبيا من هنا دوله غنيه وغير مستقره والجزائر دوله غنيه من هنا يعني هذا ضمان رئاسه الجمهوريه هذا هي ضمان شنو ضمان لاحظ اللي انت في الكومونيكي نتاعهم يحكيوا على الشعب التونسي مش يحكيوا على الحكومه التونسيه والسلطه التونسيه بالعكس معناها بياناتهم بين الاسطر تفهم يعاودوا له يقولوا له راه يلزم قرار انكلوزيف شوف كلمه انكلوزيف تتعاود بارتو شنو معناها انكلوزيف معناها مقاربه تشاركيه مقاربه حتى البارح سفير الاتحاد الولايات المتحده قابل لو جي تي تي السيد نور الدين طبوبي وقال مسار يلزم تشريك المنظمات الوطنيه والجمعيات المجتمع المدني والاحزاب السياسيه معناها راهو يعرفوا هم
ما تنجمش الحكومة تمشي تعمل تعهدات مع صندوق النقد الدولي وحدها. أنا نقول لك من توا راهو سيفشلوا أي التزام لم يتم بطريقة تشاركية راهو سيفشلوا ولن يتم تطبيقه. هو الالتزامات اللي عنا نحن هذية وإلا موقف مواقف الجهات المانحة تكون أساسا مبنية كخطوة أولى على الأقل على الاستابيليتي بوليتيك اللي ديما يتحكي عليه. شرط من شروط الموضوع من طرف رئاسة الجمهورية أنه يكون فابل بوليتيك ما تعتقد توا والتجاذبات السياسية تنخر. أما باش نسألك سؤال في علاقة بالاستقرار السياسي. اليوم رئيس الجمهورية يربط الاستقرار السياسي بنجاح خارطة الطريق اللي حطها اللي توفى نذكر في ديسمبر 2022. خارطة الطريق دعيتوا انتم دعيتوا الى مقاطعة الاستشارة الإلكترونية جوست سؤال رابيد طبعا دعيتوا يعني انتم اليوم المعنيين اساسا انت وغيرك من القياديين في التيار الديمقراطي وغيركم من القياديين في احزاب اخرى المعنيين بكلام رئيس الجمهورية يعتبر انه فما الاستشارة هذه كانت اعداد المشاركين فيها دون المأمول على خاطر ناس كما سيادتك وغيرك من القيادين ادعوا الى المقاطعة متاعها وهذا قد يؤدي الى عدم الاستقرار السياسي او على الاقل لتكون بوجهة نظر بعض العديد من المواطنين انه انتم مساهمين في انه الخريطة الطريق حتى رئيس الجمهورية فشلت. السيد رئيس الجمهورية قديش صوتوا في الدور الاول 600,000 وصلناش 600,000 في الاستشارة يا سيدي اللي صوتوا ما نقولوش دور ثاني اللي احزاب كما التيار وحتى النهضة وما يسمى بائتلاف كرامة وغيره كلها صوتت عليش على خط ثم المنافس نتاعو ونبيل القرو يعني جزء كبير كان صوت له مش خاطر مقتنع به نقولها اي سكوب احنا كمكتب سياسي التيار الديمقراطي بين الدورين صار نقاش حاد نساندوه ولا واكثر حاجه خليتنا نساندوه هو في المقابل نتاعو ثم سي نبيل القرو مش على خاطر نعرفوا اللي عنده مشروع هلامي ما عندوش رؤيه ما عندوش خبره في اداره الدوله وهذا طرح نقاش داخلي ولكن في الاخر اصدرنا بيان سيد وقيس سعيد ولكن حطينا شروط المحافظة على احترام الدستور على الويد الدستور الحقوق والحريات استقلالية القضاء وغيره حطينا شروط خاطر كنا خايفين من أي انحراف ينجم يصير وصار الانحراف توريته رئيس الجمهورية يقول راهو انقلبوا علي ثم شكون رحب 25 ومن بعد انقلب علي معناه ولا ما عادش مساندني هو انقلب على مسار 25 جويلي احنا كنا نأمل انها تكون لحظة للإصلاح الحقيقي ولكن الإصلاح يحتاج الى رؤية الى تصورات هو يحكي إلى على في الاستشارة الإلكترونية سي هشام يحكي على مشاكل تقنية ويحكي على من دعوا الى مقاطعة الاستشارة حقهم ما احنا الديمقراطية ولا حقهم كي انت عندك شعبية 80% عندهم ثقة فيك خلي يشاركوا هذوك مش لازم يشاركوا المعارضين متاعك انا ناقص كان يقول لنا راهو بوتين قاعد يعطل في الاستشارة الوطنية مش يعمل الحرب ضد أوكرانيا وبش يشوش على الاستشارة الوطنية الشعبية نقص كان يقول لنا هكيك وقال لنا غرف المظلمة هو قال جانب تقني وجانب كبير ناس قاعدين تحاول إجهاض هذه التجربة الرائدة يريدون تكميم الأفواه وإجهاض هذه التجربة الأولى من نوحة في تونس قريتوا الأسئلة واللي يعني ما نعرفش قريتوا الأسئلة واللي طلعتوا الأسئلة والله يضحك الأسئلة مش ما نقولش كلمة أخرى ربما تغضب الأسئلة الضحك معناه أنت توك تقول توينسا هل أنتم مع دولة القانون هاي سيدي قالوا لك ليه احنا مانيش مع دولة القانون شنعمل علما أنه سيد قيس سعيد قبل كي كان يقري كان يتمنى يقول نتمنى أنه استفتاء في دولة عربية يقول لا إن شاء الله توينسا يحقوله الأمنية متاعه خاطر قال رأي هي قناع للديكتاتورية الاستفتاءات في الدول العربية 90% و80% راهي الديكتاتورية متنكرة هو استعمل اللفظ ذي وقال راهو سيكون استفتاء الأشخاص عمره ما يكون على المضامين هو قاعد يعمل في عكس ما كان يقوله قبل أن يصبح في ظل رئيسا في ظل هذا الكل حتى القضاء بالنسبة لي هو ولا وظيفة ما عادش سلطة في ظل هذا الكل سي هشام في ظل هذا الكل سي هشام العجبوني نحكي نرجع مره اخرى معك على الجبهه السياسيه هذه وانت حكيت قلت لي انتم ما كنتم موافقين على ظهور السي عصام شابي اليوم السؤال البديل يطرح فما اختلاف بكل شفافيه في ظل الاختلافات هذه شنو مستقبل اليوم الجبهه السياسيه هذه شنو يجب مش مشكل ما احنا نحاولوا على الاقل نتقاربوا مع الاحزاب اللي تشبهنا حتى اذا كان ما يكونش فما امباكت ليه ما عندنا اليات داخليه باش نصلحوا الامر احنا نحب نقولوا للتوانسه راه مش قدركم يكون عندك النهضة وباراشوكيتها أو قيس سعيد أو عبير موسي ثم خطوط أخرى ثم خط ينجم يكون يعطي للتوانسة واللي كان منسجم الخط هذا معناه قبل 25 وبعد 25 يدعو إلى نفس معناها الشعارات ويطالب بدولة قوية وعادلة ومزدهرة وغيره توافق أنه حراك مواطنون ضد الانقلاب كحراك برز بعد 25 جويلية لأنه
حاولوا فما زخم شعبي شفناه في الشارع انه مواطنين حتى زخم مش... نهضوي هديك زخم نهضوي نهضه ضد الانقلاب نهضه ضد الانقلاب انا مره ضحكوني خرجوا كومينيكي يعني سي جابر بن مبارك نهضوي ليه ليه مدعوم بالنهضه ما نعرفش بوعي او بدون وعي سي جابر بن مبارك هو عنده قرارات ياخذها وحر في اختياراته اما بوعي او بدون وعي ما يسمى بمواطنون ضد الانقلاب هو نهضه ضد الانقلاب وهم بصدد تبييض حركه النهضه سمعتك زاد قلت ما يسمى بائتلاف الكرامه فما ان طون بيجوراتيف كانوا على ما يسمى بمواطنون ضد الانقلاب هذي صلح لي كان غلط سمعت قلت ما يسمى بائتلاف الكرامه اي ما يسمى علاش ما يسمى مبني للمجهول هذوما استعملوا العنف في ارحاء البرلمان ومواطنون ضد الانقلاب علاش ما يسمى بمواطنون ضد الانقلاب يسمى خاطر هي نهضه ضد الانقلاب تسمى الحقيقه نتاعها ومعها بعض الشخصيات الحقوقيه اللي نحترمها ولكن انا حسب رايي كل من يحاول ان يساند او يكون مع حركه النهضه هو بصدد تبييضها لان حركه النهضه كانت مسؤوله على الوضع اللي وصلنا له يوم 25 جويلية وعلى تعفين الاجواء وبالعكس هي تحكي على احترام الدستور وهي منقلبه على الدستور تحكي على القضاء وهي طوعت القضاء تحكي على الفساد وهي تحالفت مع الفساد ما عندها حتى مصداقيه وديما نقول حركه النهضه اكبر حليف موضوعي لقيس سعيد لانه وقال هذا حسن زرقوني بقطع نظر على احترازاتنا على نتائج سب الاراء قال 80% كيف عليك تبدا فما حاجه في صالحكم مثال ليه ماهوش في صالحنا ليه هذا هو اللي يفهم وانا نقولها ليه وزيد هو اكدها قال 80% من مساندي الرئيس ما يحبوش يرجعوا لما قبل 25 مش اقتناعا بالشخص بقدر ما هو معناها كره لرجوع المنظومة راجل الغنوشي ومن فما لفل فما اخر سؤال من عندي سي هشام في علاقه انت بكري اشرت للصراع اللي داير اليوم في اوكرانيا ما جبتش تعاد ما نسالكش البوزيشنمون تاع تونس في ظل اللي صاير هذا الكل البوزيشنمون تاع تونس كيفاش يلزمكم في ظل البرتورباسيون كما انت توصفها الوضع الضباب اليوم النوفيل اوردر مونديال الناس تحكي محللين يحكيوا على يعني ان اوردر مونديال جديد قاعد يتشكلوا كل الدبلوماسيه التونسيه اليوم قادره انه تكون عندها بوزيشنمون فيزافي لي شونجمون اللي قاعدين يصيروا هذوما نكونوا صراحه مع بعضنا ايوا ما عندنا حتى وزن سياسي في العالم تونس حاليا هذايا بسبب اللي صاير بعد 25 جويلية ولا من قبل ان كونستا مهم هو من قبل وزاد بعد 25 جويلية زاد ترسخت الفكره هذه دايور احنا معاش مصنفين من الدول الديمقراطيه احنا ما بين الدول بين لانا ديمقراطيه لانا ديكتاتوريه سادي بو تصنيف وريت اي مثال تصنيف ما فيه ما باش تكون الصوره كامله معناها حتى المؤتمر نتاع الدول الديمقراطيه معناها استدعوا دول ماهيش برشا ديمقراطيه وتونس لم يتم استدعائها نتيجه ضبابيه جوستمون بعد 25 جويليا والقرارات اللي خذيها والدبابه اللي هي غلطه معناها سو لو بلان كوم دبابه في البرلمان اللي حتى سي قايد سعيد كان نجم يبعث الامن الرئاسي اللي هو يحمي مؤسسه البرلمان ويمنع النواب من الدخول على ليميت مش خطا تعتبره مجرد خطا ولا مقصود والله خطا اعتقد انه خطا كان يراجع نفسه ما يحطش دبابه قدام البرلمان انا اللي نحب نقوله اللي الاولويه الاولويات تول الوضع الاقتصادي والاجتماعي شركاتنا خاصه المتوسطه والصغرى قاعده تعاني وتعرف العدو اللدود للاقتصاد حاجتين الضبابيه عدم وضوح الرؤيه وعدم الثقه في المؤسسات احنا لا عندنا ثقه في المؤسسات ولا في المستقبل وما عندناش وضوح للرؤيه شكون ينجم فعل اقتصادي وطني او خارجي ينجم يستثمر في تونس في الظروف هذه واللي قاعد يعمل فيه قيس سعيد كونتر برودكتيف لانه يضرب الاستثمار في البلاد هو ذكر مره قال في فرانس 24 يظهر لي معناها عمل تصريح ضد الاستثمار في تونس تصور رئيس جمهوريه المفروض عمرك شي سمعت رئيس جمهوريه يخرج الخارج يسوق السيت التونسي هاو نسال الناس يسمعوا جيبوا لي تصريح وحيد لقيس سعيد كي يخرج لبرا هو شنو دوره بحسب الدستور اللي هو اكله قيس سعيد لم ياكله الحمار عنده حاجتين رئيس الجمهورية العلاقات الخارجية دونك التسويق لصورة تونس والدفاع والأمن وغيره الدفاع حماية الحدود أعطيني نهار خرج قيس سعيد سوق لصورة تونس بالعكس يخرج لبرا ويتاكي في المعارضين متاعه ويعطي في صورة سلبية على الديمقراطية الناشئة متاعنا اللي هي هش وتحتاج أن ندعمها والتجربة متاع 10 سنوات حتى شيء في حياة الشعوب رغم كل الانتكاسات اللي عشناها تلك العشرة سنة ماكش متفائل سي هشام العجبوني انا متفائل كي نعرف اللي البوتنسيال متاع تونس كبير برشا ولكن نتشائم كي يتواصل الوضع بالطريقة اللي قاعد يقوم بها قيس سعيد
حاليا. واضح، بارك الله فيك، مشكور على حضورك بحضنا سي هشام العجبوني القيادي بالتيار الديمقراطي. نحن كنكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم في الكلوب اكسبريس، نتقابلوا ان شاء الله بيانتو بروشينمون على خاطر غدوه باش يعوضني زميل بوسيلم. بقيت متابع.